عنده أهلون هناك، جاهز الأهل والعائلة. وأبشركم نصف وصفا دقيقا لكم بس في مسألة البناء ومسألة الخيام والشجر على عجل. أما الخيمة فقد قلنا في حديث سابق صح في الحديث أن طولها في السماء 60 ميلا. هذا الخيمة بس تبرد، يعني أنك تخرج بس تجلس جلسة تسلم على ابن تيمية وعمر بن الخطاب وأحمد بن حنبل. والقصر مثل الربابة البيضاء، والشجرة يسير الراكب في ظلها 100 سنة ما يقطعها، والأنهار لكل إنسان 4 أنهار، في خلود وقرة عين وبهجة وأمن، ويناديهم الحق سبحانه يقول إن لكم أن تسعدوا فلا تشقوا أبدا، وأن تخلدوا فلا تموتوا أبدا، وأن تشبوا فلا تهرموا أبدا، وأن تغنوا فلا تفتقروا أبدا، وأن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وإن عليكم أني أحللت عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا. ثم يقول ألا تريدون أن نزيدكم؟ قالوا يا ربنا أعطيتنا فوق ما تمنينا وأكرمتنا فوق ما أمنا. قال فيكشف الحجاب عن وجهه جل في علاه، فينظرون إليه، نسأل الله لا يحرمنا النظر إلى وجهه، أسأله باسمه الأعظم أنه الحي القيوم الأحد أن يرينا وجهه ولا يحجب وجهه عنا، ونسأله بشهادة التوحيد، نسأله أن حضرنا في بيته في الدنيا أن يرينا وجهه ولا يحرمنا النظر إلى وجهه إذا حرم الفجرة والكفار والعصاة. لأن الله يقول عن أعدائه كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، يقول لا يرون الله وحرام عليهم النظر إلى وجه الله، فنسأله ونلح عليه أن يرينا وجهه. قال فما رأوا لذة أعظم من ذلك ولا نعيما أجل من ذلك، فيغشاهم من النور والبهاء والجلال من النظر إلى وجهه الكريم. يا أخي موسى في الدنيا كلم الله فقط مكالمة ما رآه، فبقي النور عليه 40 ليلة 40 يوم على وجهه من المكالمة، فكيف لو رأى؟ كيف لو نظر؟ قال وينقلب إلى أهله مسرورا، ينقلب بالكتاب وهو يضحك ويدخل عليهم ويبشرهم، قال نجونا، والله النجا هناك، والله الفوز هناك، ما عليك، كل شيء يعوض إلا خسارة الدين وخسارة الهلاك عند رب العالمين وخسارة العثرة التي لا تقال عند ملك الملوك جل في علاه، أما الدنيا تعوض. قال وينقلب إلى أهله مسرورا فرحا، وقال مسرورا قال لكثرة الابتهاج ولم يقل فرحا، لأن الفرح قد يكون فيه أشر، ولذلك قال سبحانه إن الله لا يحب الفرحين، لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين، ولكن قال مسرورا لأن المسرور من عنده فرح ببهجة بسرور بنشاط بمتعة، فسماه الله مسرورا واختار كلمة مسرور ولم يأتي بكلمة فرحا. قال وأما من أوتي كتابه وراء ظهره، ورد بشماله وورد وراء ظهره، والصحيح أنه يؤتى بشماله من وراء ظهره من زيادة النكال به والإذلال له والإهانة، أعاذنا الله من ذلك، أنه يؤتى بكتاب من خلف ظهره فيعطى بالشمال مقلوبة يده فيأخذ الكتاب لأنه مغضوب عليه، إنسان عق الأوامر، خالف الله، حارب رسوله صلى الله عليه وسلم، حارب السنة، حارب الدين، رفض المسجد، هجر المصحف، عصى أمر الله، كيف يكرم؟ يقول سبحانه أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ بالله في أي أحكام عندك الآن؟ تساوي بين أولاد، ولد لك يقدم حذائك ويحترمك ويقبل يدك ويذهب في 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 طلباتك وفي أمورك وفي حوائجك، وولد عاق يرفع عليك الكلمة ويؤذيك ويعصاك وشق عليك الأمر وجلب عليك المصائب، تسوي بين هذا وهذا؟ أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ يقول سبحانه ما لكم كيف تحكمون؟ أنتم ترضون هذا الحكم بينكم في محاكمكم في بيوتكم في أسركم؟ ما ترضون؟ كيف تجعلونه لله أن يساوي بين هذا وهذا؟ قال وراء ظهره، يعني بشماله وراء ظهره، فسوف يدعو ثبورا، يقول يدعو هلاكا وخسارا، الثبور هو الهلاك والخسار. حتى فرعون لما قال موسى وإني لأظنك يا موسى مسحورا، قال وإني لأظنك يا فرعون مثبورا، قال أنت المثبور وأنت الخسران والهالك وأنت الملعون أصلا وأنت المطرود من رحمة الله وأنت الذي لا تذوق نعمة الله ولا فضله في الآخرة، هذا المثبور هو الهالك الخسران الذي وقع به الخسار والهلاك من كل جانب.
فسوف يدعو ثبورا. تدرون كيف يدعو ثبورا؟ يأخذ كتابه ويولول بين على رؤوس الأشهاد ويقول: واثبوراه 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 وخساراه وويلاه. كان نور الدين محمود زنكي، هذا التاريخ المشرك، يقول علي الطنطاوي: إذا جعلت الخلفاء العدول في العالم خمسة، الخلفاء الراشدون، الخلفاء الراشدين جعلتهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وعمر بن عبد العزيز الخامس، فاجعل نور الدين من فضلك نور الدين محمود زنكي الكردي يجعله السادس، غفر الله له. هذا نور الدين محمود هو أستاذ صلاح الدين الأيوبي، ذاك تركماني وهذا كردي، كلهم ننصروا لا إله إلا الله، فإن يكفر بهؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. هذا نور الدين محمود، هذا فاتح من أعظم الفاتحين، كان يسجد ويقول: اللهم احشرني من حواصل الطير ومن بطون من بطون الكواسر. وفي بعض قال الذهبي ذكر ذلك، فرزقه الله الشهادة نور الدين محمود، وكان من أعدل العدول. يقول ابن القيم: وجد حبة قمح وإذا هي كبيرة، حبة قمح كبيرة وجدت في كوز في إناء مكتوب عليها، نبتت هذه النبتة في عهد نور الدين محمود، لأنه لما عدل استوت الأمور. حتى يقول ابن تيمية: في عهد العدل تنمو حتى الأشجار وتطيب الثمار ويصلح الحال ويصلح بين الناس علاقات، يعني حتى العلاقات الاجتماعية، وحتى أولادك يصلحون في ظل العدل وفي ظل أن ما يكون بين الناس، يرفع إذا رفع الظلم من بين الناس من الأسر والمجتمعات والشعوب يصبح هناك معدل. هذا نور الدين محمود في موقف له قام بمهرجان في دمشق، لأنه فتح عكا وفتح الشمال من عند صيدا وطرد المسيحيين النصارى من هناك، وفتح بيت المقدس قبل أن مهد الطريق صلاح الدين. ثم عمل مهرجان يحتفل بفضل الله عليه، وجمع الأمة والجيوش وقام بكرسي من خشب وجلس أمام الناس، فأتى الواسطي أحد الوعاظ النصحاء الأجلاء الزهاد فوقف أمامه في المهرجان، وذاك نور الدين ما يمسك عيونه، أنت إذا وعظت يقول لا يمسك عينيه أبدا، يرسلها بالدمع، وكان في الصف الأول، كان يقوم الليل، سلطان المسلمين كلهم يقول عنده طابلة أنخات، يعني مثل إيش؟ يقول أصوات مثل الصفارات توقظه وتوقظ الجيش يتهجدون في آخر الليل، قال: تريدون ينصرنا الله ولا نقوم الثلث الأخير؟ هذا نور الدين محمود. فيقول له هذا الواسطي: مثل لنفسك أيها المغرور يوم القيامة والسماء تمور، إن قيل نور الدين جاء مسلما فاحذر بأن تأتي وما لك نور. ثم وصف يوم القيامة قال: هذا بلا خوف، يعني الطفل هذا بلا ذنب يخاف لهوله، كيف الذي مرت عليه دهوره. قال: فسقط من على كرسيه مغمى عليه أمام المهرجان والمشهد. هذا نور الدين محمود، غفر الله لنا وله. قال سبحانه: فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا، يصلى النار المحرقة تتسعر عليه فتسهره، لأنه أتى بموجب ما يعذبه الله عليه، وهو العمل السيء ومخالفة أمر الله. قال سبحانه: إنه كان في أهله مسرورا، كان في الدنيا مسرورا بمعاصيه، متنعما بمخالفة ربه، لأن بعض الفجرة يموت قلبه ترى، فيتنعم بالمعصية، يتنعم بالسكر، يتنعم بترك الصلاة، يتنعم بالباطل، يتنعم بمجالس اللهو، يتنعم بليالي المخالفات، حتى يقول المتنبي: من يهون يسهل الهوان عليه، ما لجرح بميت إيلام. إذا مات قلب الإنسان خلاص، يأتي المعصية ويضحك، يعصى الله ويضحك، يتمرد على أمر الله، حتى نصح في التاريخ بعض الطغاة مثل ابن فرات، تنصحه عجوز فيضحك، يقول عليك بالثلث الأخير. أنا أقولها دائم لأنها في عبرة، فمسكت الثلث الأخير فابتلاها الله وسلط عليه العقوبة وقطع رأسه، فتقول: هي ذا جار الوزير وكاتباه وقاضي الأرض أجحف في القضاء، فويل ثم ويل ثم ويل لقاضي الأرض من قاضي السماء.